اي نعم. وهذا ايضا رد ثاني، رد ثاني من الآية: فترى الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون يسارعون فيهم، يعني في اليهود والنصارى، تقربون إليهم بالمودة. مش السبب؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن الكفار يتغلبون بعدين ثم يصير لنا يد عندهم ولا يضروننا، يعني يسيئون الظن بالله عز وجل، يخافون الكفار ولا يخافون من الله عز وجل. نخشى أن تصيبنا دائرة، إن هؤلاء ينتصرون باسر فيقتلوننا، فنحن نصير قد وضعنا عندهم يد نتقي شرهم في المستقبل. فهؤلاء يسيئون الظن بالله ويخشون الناس ولا يخشون الله عز وجل. قال الله جل وعلا: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقد جاء الله بالفتح ونصر المسلمين وخذل الكافرين، وباء هؤلاء الذين يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة باءوا بالخزي. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يعتبرون المؤمنين، أصبحوا يعتبرون من هؤلاء. نعم. وهكذا حال هؤلاء المرتدين، خافوا من الدوائر لما هذا تعليق بحالة في وقته. اللي حصل في وقته هو نفس ما حصل من المنافقين في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهكذا حال هؤلاء المرتدين، خافوا من الدوائر لما في قلوبهم من عدم الإيمان بوعد الله الصادق بالنصر لأهل التوحيد. نعم، مثل المنافقين من قبل تماما. نعم.